هذا الشوط وانطلاقة جديدة مع خامس أشواط هذا اليوم ضمن هذه المكرمة التي تأتي بالدعم الكبير من سيدي الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مالكي هجن الزعبيل، من يتواصل بالحضور والتواجد وينطلق هنا أيضا. والشكر لأبو سعيد على هذا الدعم مباشرة مع المركز الأول والصدارة والانطلاق. خداعة عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني من ياتي هنا مع المركز الاول، بينما المركز الثاني الدخول هناك، وايضا من الشاهينية محمد بن منقاش بن سعيد الحرسوسي وصل في هذه اللحظات، بينما هناك الشاهينية لمحمد بن عبد الله بن سرور الظاهري وصل في هذه اللحظات، بينما النقلة مباشرة الى المركز الرابع الشاهينية محمد بن عامر بن حمود البادي، والمركز الخامس وصلت في هذه اللحظات في خامس المراكز المنطلقة دلما لعمر بن سالم بن عبد الله النوفلي. هذه هي النتيجة وهذه هي الأسماء القوية المشاركة في هذا الشوط. بن منقاش الحرسوسي ما زال ينافس أيضا والقادم بهذه الانطلاقة، ولكن الظاهري وعود هناك من الجانب الآخر. خداعة عبد الله بن سعيد بن سلطان المثيمني يتواجد في هذه اللحظات، عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني، ولكن الدخول من حاملة الرقم 49 وصلت في هذه اللحظات الشاهينية محمد بن عامر بن حمود البادي، ولكن بن منقاش يقدم الشاهينية القادم هناك من السلطنة ومن محافظة الوسطى لياتي ويقدم هذا الأداء الرائع والجميل. ولكن أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول، الله الشاهينية محمد بن عامر بن حمود البادي 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 بدأ ينادي بالناموس هنا وينطلق. تهانينا تهانينا للبادي على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد الشاهينية محمد بن عامر بن حمود البادي. تهانينا ولحظات الوصول المركز الثاني، وصلت في ثاني المراكز هناك مشاهدين الأعزاء له قذايف لمحمد بن علي بن حمود العويسي، خداعة لعبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني. التوقيت الزمني هناك 2:19. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا اليوم.